موديل كبير خاصو يجمع حوايجو ويخرج من الرجاء في اقرب وقت. لا 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 لا، موديل كبير مدرب مزيان وصابر مع الفريق، والمشكله ماشي فيه وبغيناه يبقى مع الفريق. هذا هو حال جمهور الرجاوي حاليا، 50% اللي تايدوا بقاء موديل كبير مع الفريق، بالمقابل 50% ما باغيش وما حامش فيه الشعره باش يكمل مع الفريق في الموسم الجاي. وفي هذا الفيديو جيت باش نجاوبكم على هذا السؤال هذا، واش موديل كبير خاصو يبقى مع الفريق في الموسم الجاي، ولا خاصو يجمع حوايجو ويخرج من الفريق في اقرب وقت ممكن. نبداو بالجواب على هذا السؤال بالاحصائيات اللي دارها موديل كبير مع الفريق في هذا الموسم هذا. نبداو باول حاجه بالاحصائيات اللي قدمها في البطوله الوطنيه. موديل كبير قاد الفريق في البطوله الوطنيه في 22 مباراه، من هاد 22 مباراه استطاع باش يحقق فيها 9 ديال الانتصارات، وبالمقابل 6 ديال التعادلات و7 ديال الهزائم، واستطاع باش يجمع 33 نقطه من 22 مباراه بمعدل نقطه ونصف كل مباراه. وهاد الاحصائيات اللي دارها مع الفريق في البطوله الوطنيه ماشي بمستوى الفريق بكل صراحه. اما من ناحيه الاحصائيات ديالو في دوري ابطال افريقيا واللي هاد البطوله هادي قدم فيها واحد المستوى اللي ممتاز مع الفريق، موديل كبير قاد الفريق في دوري ابطال افريقيا في 10 ديال المباريات قبل الاقصاء ديالو من دور ربع النهائي ضد فريق اللي صاب اللي هو فريق الاهلي المصري. ومن هاد 10 مباريات اللي قاد فيهم الفريق في دوري ابطال افريقيا استطاع باش ينتصر في 7 ديال المباريات ويتعادل في 2 مباريات، بالمقابل هزم في مباراه واحده واللي كانت كما قلت لكم ضد فريق الاهلي المصري. وهاد النتائج اللي قدمها في دوري ابطال افريقيا كتبان ممتازه، وهادشي اللي خلانا نشوفوا جوج ديال الاوجه لفريق الرجاء في هذا الموسم. شفنا فريق الرجاء ديال البطوله الوطنيه اللي هو ضعيف ومتوسط، وشفنا فريق الرجاء ديال دوري ابطال افريقيا اللي هو قوي واللي هو مرعب. وهاد جوج ديال الوجوه اللي كنت يبينوا فريق الرجاء في هذا الموسم هذا راجع لواحد الملاحظه اللي مهمه بزاف واللي كنغافل عليها بزاف ديال الجماهير الرجاويه، اللي هو اصلا المدرب ديال فريق موديل كبير مدرب اللي تيعرف يلعب مزيان على السيستم ديال الكؤوس وما كيعرفش نهائيا يلعب على النظام ديال البطوله، وزيد عاوتاني ضعيف بزاف من ناحيه جمع النقاط في البطوله الوطنيه. علاش تنشوفوا باللي فريق الرجاء في النظام ديال البطوله فريق اللي ضعيف؟ وهذه الملاحظه اللي ذكرتها حاليا غافلين عليها بزاف ديال الجماهير الرجاويه وما عارفينهاش، لان الجماهير اللي باغيين يبقى موديل كبير في الفريق يبنيو الراي ديالهم على دوري ابطال افريقيا اكثر من البطوله الوطنيه. وهذه الملاحظه اللي ذكرتها حاليا غتهمنا في واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وغتجاوبنا على السؤال اللي طرحته في الاول، هو واش موديل كبير غيصلح يقود الفريق في الموسم اللي جاي، مع العلم باللي الفريق في الموسم الجاي خاصو ضروري يتوج باللقب البطوله الوطنيه، وحيتاش اصلا الفريق في الموسم الجاي غادي يبقى منافس غير على البطوله الوطنيه، حيتاش اصلا الفريق من الصعب في الموسم الجاي يكون منافس في شي منافسات خارجيه، لان الشبه الرسمي الفريق ما غاديش يكون مشارك حتى في شي منافسه افريقيه في الموسم الجاي، وهادشي راجع حيتاش الفريق حاليا تيحتل المركز الخامس، وهذا المركز ما تيسمحلوش نهائيا باش يلعب في شي بطوله خارجيه. الجواب على ديك السؤال اللي طرحته هو لا ونهائيا، حيت موديل كبير من المدربين اللي عنده العقليه ديال الفوز بالمباريات المباشره، اكثر من المباريات اللي خاصو يجمع فيهم النقاط من هنا ومن هنا، وما عندوش مع ديك البلان خاصو يعرف يتعامل مع المباريات اللي صعيبه والمباريات اللي سهله اللي كاين في البطوله، وهادشي كان واضح في هذا الموسم هذا في جميع المباريات ديال البطوله الوطنيه، وكنا كنشوفوا الفريق مره كيربح وكيقدم واحد المستوى اللي مزيان، ومره كيتعادل ومره كيخسر بواحد الاعجوبه اللي كبيره، واصلا الفريق في البطوله الوطنيه في هذا الموسم هذا ما قدم حتى شي حاجه، حيتاش تنشوفوا في هذا الموسم هذا تيحتل المركز الخامس، وجمع من اصل 25 جوله يلا 35 نقطه، وعلى بعد 19 نقطه كلها من المتصدر اللي هو فريق الجيش الملكي، وهادشي اللي كيبين الضعف التكتيكي كبير اللي عند المدرب من ناحيه البطوله الوطنيه، يعني المدرب موديل كبير ما عندوش اصلا مع النظام ديال البطوله، ولكن بعض الناس اللي غادي يخرجوا غادي يدافعوا عليه في التعليقات وغادي يقول المشكل اصلا ماشي فيه، والمشكله الاساسيه كاينين في اللاعبين اللي عنده ضعافين، وزيد الاداره ديال الفريق اللي كانت بقياده عزيز البدراوي حتى هما ضعافين بزاف. غادي نجاوبك على هادشي اللي تتقول لي وغادي نقول لك اه بالفعل، ولكن من ناحيه الجوده ديال اللاعبين ديال الفريق اللي عنده حاليا كنشوف بكل صراحه راه هما لاعبين اللي ممتازين، راه في الاخير كنهضروا على حركاس والمقدم وبنتاي كل بدوي في الدفاع، وكنهضروا على روجر اهولو ما ادراك ما روجر اهولو في خط الوسط، وكنهضروا على محمد مكعزه وعلى عبد الاله الحافظي اللي ما كانش كيعتمد عليه المدرب في هذا الموسم. واما الهجوم اللي عند الفريق راه عنده واحد الهجوم اللي ممتاز بزاف، راه كنهضروا على اجنحه بقياده يسري بوزوق ونوف الزرهوني، وكنهضروا على حمزه خابه كراس حربه اللي كان في الموسم اللي داز ممتاز بزاف مع اولمبيك اسفي. يعني اذا جينا نشوفوا مزيان الجوده ديال اللاعبين غادي نشوفوها ممتازه بزاف، وجوده اللاعبين ديال الفريق راه احسن من الفريق ديال اولمبيك اسفي اللي في المركز الرابع، ولا فريق الفتح الرباطي اللي في المركز الثالث، وهاد الفريقين عندهم واحد اللاعبين اللي عاديين ومحققين بهم نتائج اللي ممتازه، والفرق اللي كاين بيناتهم هو في الجوده ديال المدرب، لان فريق اولمبيك اسفي بقياده طارق مصطفى، هاد المدرب كيقدم واحد المستوى كبير مع الفريق، وزيد فريق الفتح الرباطي بقياده جمال السلامي اللي حتى هو عطى واحد القوه كبيره للفريق فتح الرباطي في هاد الموسم، واخا في بدايه الموسم كان عندهم واحد اللاعبين اللي عاديين، ولكن استطاعوا باش يخرجوا افضل مستوى لهاد اللاعبين
مهمين. اما من ناحيه مونديال كبير فبكون صراحه ما عرفش يخرج افضل مستوى لهاد اللاعبين اللي كاين حاليا مع الفريق. اما من ناحيه المشكل الثاني اللي تعاني منه الفريق واللي كاين في اداره ديال الفريق اللي هو عزيز البدراوي، كنا عارفين باللي الاداره ديال الفريق في هذا الموسم هذا فشلت واحد الفشل اللي ذريع بزاف، ولكن عاوتاني الاداره ديال الفريق ما تتاثرش على اللاعبين وعلى المدرب ولكن اثروا على الفريق اقتصاديا. اما من ناحيه المدرب واللاعبين ما عندهمش واحد اتصال مباشر بالاداره، من غير الحاجه الوحيده اللي دار عزيز البدراوي حتى لدابا مازال ما خلصش اللاعبين في المستحقات ديالهم. ولكن عاوتاني اذا جينا نشوفوا عدم دفع المستحقات ديال اللاعبين هادشي راه عادي بزاف عالم كره القدم، واللاعب ديال كره القدم اذا ما وصلوش الفلوس ديالو في هذا الموسم غادي يوصلوا في الموسم الجاي، واصلا اذا الفريق ما بغاش يخلصوا نهائيا يرفع دعوه بالفريق وتياخذ المستحقات ديالو بكل سهوله، وهادشي ماشي سبب باش اللاعبين ما يعطوش واحد المستوى كبير ولا المدرب. يعني من ناحيه المستحقات الماليه ديال اللاعبين وديال المدرب اصلا مضمونه مع عند الجامعه ولا مع عند الكاب، وكما قلت لكم هذا ماشي السبب باش الفريق ما يلعبش مزيان في البطوله ولا في دوري ابطال افريقيا. وهنا المدرب كان خاصو يدير واحد الدور اللي مهم، هو خاصو يعزل اللاعبين ديالو من المشاكل اللي تعيشها الفريق اداريا، حيتاش اصلا المشاكل الاداريه ديال الفريق غادي تصلحوا مستقبلا. وانا غادي نختموا الفيديو ديالنا وغادي نجاوبكم على السؤال اللي طرحته في اول الفيديو. بالنسبه ليا كرأي شخصي بلي المدرب مونديال الكبير حاليا خاصو يكمل مع الفريق حتى نهايه الموسم، ولكن بالنسبه ليا في الموسم الجاي ما تستحقش نهائيا يكون مع الفريق، بل كنشوف بلي الفريق في الموسم الجاي خاصو شي مدرب يعاود يبني الفريق من جديد، يعني خاصو شي مدرب اللي شاب ويعاود هيكله الفريق. اما مونديال الكبير تنشوفو ما كيستحقش يكون مع الفريق في الموسم الجاي، هذا الراي ديالو. ما تنساش حتى نتوما عندكم الراي ديالكم، ابطل الكومونتيرات وكتبوا لي الراي ديالكم بكل صراحه. ويلا في تلك معكم حفيظ وتهلا.